طيب خلينا في اليوم. اليوم أنت أشرت إلى أنه هذه الانتخابات وهي الأولى التي تجرى على لائحة النظام الأساسي الجديدة للنادي، اللائحة اللي أقرتها الجمعية العمومية في انعقاد تاريخي، لأنه أنت حضرتك أشرت إلى فترة مهمة جدا في تاريخ النادي الأهلي حين حرص مجلس الإدارة فور انتخابه على ضرورة إجراء حوار مجتمعي بين كل طوائف النادي في كل فئاته سواء العلمية أو العمرية إلى أن استقر على لائحة النظام الأساسي اللي تم إنفاذها وتجرى أول انتخابات على ضوها حتى في تشكيل مجلس الإدارة بهذه الكيفية وهذه الصيغة. هي أول انتخابات تجرى وفقا للائحة النظام المستند على القانون 71 ل 2017. أحد بنوده في فترة الحوار المجتمعي اللي حضرتك أشرت إليها كان في مقترح لإثبات الجدية، البعض اقترح ضرورة أن يتقدم المرشح بتزكية من عدد من أعضاء النادي، والبعض انحاز إلى الشرط المالي. كان الخلاف بين الاثنين أو الفرق بين الاثنين ضرورة اشتراط الحصول على موافقة أو تزكية عدد من أعضاء النادي ممكن تكون مش ديمقراطية بشكل كافي، لأنه هيقول لك المرشح ما أنا ما أخدتش فرصة أعرض أفكاري للناس عشان تقتنع بيا، فده حجر على فرصتي. نعم. في مقابل ان انا مع تعدد المقرات انت بتهدر الكثير من اصول النادي، بالذات ان انت بتستخدم مقرات النادي، بتستخدم اسوار النادي، بتستخدم مرافق النادي، والنادي بيتعاقد مع شركات لاعاده تهيئه النادي لنشاطه فور الانتخابات. فكان الانحياز للشرط المالي وهو موجود اعتقد حتى في الانتخابات النيابيه. نعم صحيح. هذا صحيح. يعني ده ما هوش كلام في كل مكان، يعني هو انتخابات، لانه انا بس عايز اقول على نقطه مهمه. الـ 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 الاهلي جزء من مصر. فكما يجري في مصر بصفه عامه احيانا بيسبق الاهلي واحيانا ياتي تاليا، فاحنا لابد ان نحفظ للعمليه الانتخابيه احترامها وقيمتها ورونقها. لكن اما اقول اي حد يعني طيب والاقي ناس كتير وبعدين ناس جم وانسحبوا وناس يعني بقت ايه، هرجله انتخابيه وليست عمليه انتخابيه، انا مع طبعا. فشرط الجديه ليس قيدا. شرط الجديه شديد الاهميه. لانه كما اسلفت حضرتك انت النهارده يعني، وهو ده اللي احنا لازم ناخد بالنا منه، الانفاق على العمليه يعني على العمليه الانتخابيه والسرادقات اللي كل دي اموال من ميزانيه النادي الاهلي. ودي كتيره جدا طبعا جدا. الجهد اللي بيتعمل ده لابد ان يتحمله الجميع يعني. ايوه. وده اعتقد لهذا فيبقى سبب اخر هو خلى ايه، مفيش الا اللي هو الذي يثق في علاقاته وفي قدرته على إقناع أعضاء الجمعية العمومية اللي دخل المنافسة عشان تبقى منافسة قوية بما يكفي يعني.